بلد التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف وينحني لها احترام. بلدي اللي مهما اقول عليها ومهما احكي 100 سنة صعب اوصفها بكلام. وصى عليها المصطفى بأهلها وبناسها خير، والمسيح عيسى ابن مريم ياما عنها قال كتير. على أرضها عاش الصحابة والأنبياء وسيدنا إبراهيم، تجلى فيها ربنا جبل موسى الكليم. بلد الزمان ما قدرش ياخد من شبابها، بلد اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها، بلد الفنون بلد الأدب حضن الغريب وقت التعب، بلد اللي فتحة للعرب والدنيا بابها، بلد اللي لو قامت مفيش قوة تحوشها، بلدي حميها ربنا ومن بعده جيشها، جيشها اللي شايل همها صوتها وروحها ودمها، ادانا حرية وأمل وحياة نعيشها. بلدي اللي وقت الشدة دايما في النهاية عيش تاني بالغابة، مصر كانت دولة ودهران،
أهلا بحضراتكم من جديد إلى هذه التغطية الحية والمستمرة معكم على شاشة إكسترا نيوز، والتي خصصناها حول ملف القمة الأمريكية الإفريقية الثانية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن انعقاد القمة الأمريكية الأفريقية يحمل دلالة واضحة على تجديد العزم على تطوير الشراكة لإيجاد حلول ترفع العبء عن الشعوب خلال الأزمات المتتالية. في كلمته خلال جلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية بالقمة الأفريقية الأمريكية، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للرئيس الأمريكي على تنظيم هذا المحفل الهام الذي يأتي في وقت يمر به العالم بلحظة استثنائية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن قمة المناخ في شرم الشيخ ناقشت أحد أخطر هذه التحديات، مشددا على أن قضية الغذاء لا تقل خطورة. وأوضح الرئيس أن الإحصاءات الدولية تشير إلى زيادة عدد من يعانون ضعف الأمن الغذائي حول العالم إلى 800 مليون شخص عام 2022. هذا وقد ألقى الرئيس السيسي الضوء على محاور تمثل رؤية مصر لتعزيز الأمن الغذائي في القارة، تتمثل في الحاجة لمراعاة تأثير الأزمات الدولية على اقتصاديات الدول، لا سيما الدين الخارجي. كما لفت إلى ضرورة وضع آليات لتخفيف عبء الديون عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد الميسر. وأكد الرئيس السيسي
أن رؤية مصر تشدد على أهمية تكثيف الاستثمارات الزراعية الموجهة إلى إفريقيا لتطوير القدرات الإنتاجية والتخزينية لدولها عبر توطين التكنولوجيا الحديثة بشروط ميسرة، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية وتوفر اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية كإطار لتعزيز التكامل بين دول القارة. وأشار سيادته إلى أن وجود ارتباط وثيق بين الأمنين الغذائي والمائي هو أمر لا شك فيه، تنظر مصر لهذا الرابط باعتباره أمنا قوميا. أشار الرئيس السيسي في كلمته أيضا إلى مخرجات قمة المناخ التي استضافتها مصر والتي تتضمن إطلاق مصر عددا من المبادرات في مجال تمويل التكيف، ومنها إنشاء مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيف والصمود بالتعاون مع الجانب الأمريكي، إلى جانب مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام فاست بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة فاو. أضاف الرئيس السيسي إلى أن قمة المناخ نجحت في إيلاء أهمية خاصة لمحور الوفاء بالالتزامات، بالتأكيد على التزام الدول المتقدمة بتوفير تمويل 100 مليار دولار سنويا لمواجهة تغير المناخ. كما نجح المؤتمر في إنشاء صندوق لتمويل الدول النامية ولأول مرة بهدف تجاوز خسائر وأضرار تغير المناخ، معربا عن التطلع إلى بدء مسار تفعيل الصندوق بما في ذلك هيكله التمويلي. وأكد الرئيس السيسي على أن مصر على استعداد لتشارك تجربتها مع أشقائها الأفارقة بما في ذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أمن مصر الغذائي. هذا وقد دعا الرئيس السيسي الولايات المتحدة إلى استثمار ثقلها الاقتصادي للقيام بتعزيز آليات الاستجابة لأزمة الغذاء وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضرراً. وأكد الرئيس السيسي على أن المؤسسات التمويلية الدولية عليها مسؤولية تجاه تيسير حصول الدول النامية على تمويل مستدام وتيسير شروط الإقراض كي تتلائم مع طبيعة اقتصاداتها وصياغة برامج طارئة لتحفيز النمو وخلق شبكة ضمان اجتماعي للحفاظ على التماسك المجتمعي للدول، فضلا عن وضع آليات لتيسير حركة لزيادة المعروض وخفض الأسعار. هاتفيا ينضم إلينا الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. دكتور أيمن أهلا ومرحبا بك إلى هذه التغطية، ودعنا نتحدث في البداية عن قمة المناخ. إلى أي مدى مهدت قمة المناخ الطريق أمام القمة الأمريكية الإفريقية في ظل اهتمام كوب 27 بتحقيق وتوفير الأمن الغذائي باعتباره من أهم التحديات التي تواجه العالم الآن، وإلى أهمية قصوى لمبدأ الالتزام بتوفير التمويل من قبل الدول الكبرى؟ أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. أولا لا يمكن فصل قضية المناخ عن قضية الغذاء، لأن قضية المناخ وما ترتبط به من تداعيات سلبية تؤثر على ملفات المياه وتؤثر على ملف الغذاء بشكل كبير للغاية. نجاح مصر في استضافة مؤتمر كوب 27 والمخرجات والثمار الكثيرة التي خرجت عن هذا المؤتمر، أنا في تقديري هي بتؤسس لعالم جديد يقوم على فكرة الشراكة في الألم والأمل. نعم. الألم المتعلق بالتغيرات المناخية، المتعلق بارتفاع أسعار الغذاء، المتعلق بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، كل ذلك الألم يجب أن تتقاسمه كل شعوب العالم حتى تستطيع أن تنجو من هذا الألم. نفس الأمر هذا المسار يرسم أيضا طريقا للأمل من خلال التكاتف ومن خلال الشراكة.
بين مختلف الدول ومختلف المجتمعات، تستطيع أيضا هذه الدول أن تنتقل إلى مرحلة جديدة من الرخاء والازدهار. أنا في تقديري هذا هو الفلسفة المصرية، سواء في كوب 27 أو في كلمات ولقاءات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن. هذه الفلسفة تقول نعم، هذه التحديات العالم مر بتحديات كثيرة في مراحل سابقة، لكنه استطاع أن يتجاوزها بالتكاتف وبالتعاون. صحيح. من خلال ما تطرحه مصر من تفاصيل مثلا فيما يتعلق بأفريقيا، مصر لديها رؤية لكيفية ليس فقط الشراكة الأفريقية الأمريكية، لكن لكيفية أن تكون أفريقيا في مصاف الدول التي تعتمد على نفسها وتتخلص من مشاكلها. مصر طرحت فكرة سكات البنادق في البداية، ثم طرحت بعد ذلك ضرورة أن يكون هناك بنية تحتية مهمة في أفريقيا، وهذا ما يتم الحديث عنه الآن في القمة الأفريقية الأمريكية. أيضا طرحت مصر فكرة الشراكة في كل شيء. مصر عندما كان لديها تجربة ناجحة مثلا في مكافحة فيروس سي، نقلت هذه التجربة إلى القارة الأفريقية. مصر من خلال لا تبخل بالمرة يعني في إفادة تجاربها إلى الخارج. بالتأكيد، وبالتالي هذا ما طرحته مصر في 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 القمة الأفريقية الأمريكية. أولا، مصر تقول أن أفريقيا لا تحتاج إلى مساعدات، لكن أفريقيا تحتاج إلى استثمارات، ده رقم واحد. رقم اثنين، قضية الغذاء هي قضية عالمية. سلاسل الإمداد والمشاكل في سلاسل الإمداد لا ينبغي أن تؤثر على أفريقيا أكثر من ذلك. تحدث السيد الرئيس بالأرقام وقال إن عدد الذين معرضون لعدم الأمن الغذائي في عام 2022 زاد بنسبة 150 مليون مواطن، و 800 مليون شخص. نعم، 800 مليون شخص على مستوى العالم. نعم. أيضا تحدث عن قضية الديون، وهذه قضية في غاية الأهمية. أنا في تقديري الدول الغنية، وهذه أيضا فلسفة مصرية، الدول الغنية عليها أن تنأى عن الأنانية السياسية وعن الأنانية الاقتصادية، وأن تمد يدها بالتعاون لدول الجنوب وللدول النامية، لأن عندما تعاني الدول النامية بما فيها الدول الأفريقية، هذا لن يكون سيئا فقط لأفريقيا، سوف يكون سيئا للاقتصاد الدولي. ربما راعت مصر هذا الجانب أو هذه الرؤية التي تتحدث عنها دكتور أيمن، وقامت بدور الوسيط بصفتها ربما المسؤولة عن القارة الأفريقية، وقامت بدور الوسيط بين هذه الدولة العظمى المتمثلة في الولايات المتحدة والدول النامية الأفريقية في هذه القمة. طبعا، وانا في رايي التوجه الامريكي الايجابي والاهتمام بافريقيا مره اخرى ربما نبع بشكل كبير جدا من نتائج مؤتمر كوب 27. الولايات المتحده الامريكيه ادركت ان افريقيا نعم فيها تحديات كثيره، لكن ايضا افريقيا هي فرصه كبيره جدا، فرصه لابناء القاره نفسهم وفرصه للاقتصاديه العالميه. معروف ان افريقيا 2050 سوف يكون لديها اكثر، سوف تستهلك مواد أولية ومواد مصنعة تصل إلى حوالي 18 تريليون دولار، وهذا مهم جدا حتى للدول المصنعة. سوف تكون أفريقيا هي السوق الأهم والسوق الأكبر الذي يستوعب كل هذه المنتجات الموجودة لدى الدول الغنية والدول المصنعة، سواء كانت مواد مصنعة أو حتى خدمات. لذلك أفريقيا هي مستقبل العالم. من هذا المنطلق مصر تسوق أفريقيا باعتبارها فرصة حتى للدول الكبيرة وللدول الغنية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك رأينا في تقديري استجابة مهمة جدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المطالب. تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ما بين 55 إلى 85 مليار دولار سوف تستثمرها في أفريقيا خلال الفترة القادمة. الولايات المتحدة الأمريكية منفتحة على انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو ضمن مجموعة. إذن هل ترى أن الولايات المتحدة فطنت مؤخرا إلى يعني ما تحظى به هذه القارة من ثروات، سواء كانت هذه الثروات بشرية أو ثروات أخرى ومصادر كثيرة من الممكن أن تسهم في استثمارات قوية لابد أن تشارك فيها الولايات المتحدة؟ أنا في رأيي هذه القمة عكست هذا الأمر بشكل كبير للغاية، لأن الولايات المتحدة آخر قمة أفريقية أمريكية كانت في عام 2014،
خلال فترة الرئيس دونالد ترامب لم يكن هناك اهتمام أمريكي لا بأفريقيا ولا غير أفريقيا بالمناسبة، لأنه كان الشعار المرفوع هو أمريكا أولا والانكفاء على الذات والعودة إلى مبدأ مونرو، بمعنى أن يكون اهتمام أمريكا فقط بأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية أو أمريكا الجنوبية فقط دون الاهتمام بأي بؤرة أخرى في العالم. اليوم الإدارة الأمريكية إدارة الرئيس جو بايدن بتعيد الاهتمام مرة أخرى لأفريقيا. كيف سينعكس هذا الاهتمام بهذه القارة الغنية بكل هذه المصادر والثروات على أمريكا نفسها؟ يعني أولا أفريقيا سوف تكون سوق كبير جدا في الفترة القادمة. هنا الاستراتيجية الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن ما سمي بالاستراتيجية الأمريكية للأمن الوطني تجاه أفريقيا في عام 2022، وطرحت هذه الرؤية في أغسطس الماضي. تتحدث عن هذه النقاط وتجيب على سؤال حضرتك بشكل واضح وصريح. أولا تتحدث عن قيمة أفريقيا كقارة جيوسياسية. نحن نتحدث عن 54 دولة أعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي أي تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية أو لصالح أهدافها أو لصالح رؤيتها هذا مكسب كبير جدا من الناحية السياسية. هذا واحد. الأمر الآخر، يمكن أن تتحول القارة الأفريقية بدون مساعدتها أن تتحول إلى مغارم أو مشاكل للولايات المتحدة الأمريكية أو لغيرها. كان في السابق الملف الأمني وما يتعلق بالإرهاب، ونحن لاحظنا في الفترة الأخيرة فترة جائحة كورونا انتشر الإرهاب بشكل كبير جدا في أفريقيا، وانتقل من منطقة الساحل والصحراء إلى المناطق الغربية على المحيط الأطلنطي وحتى إلى وسط القارة في منطقة البحيرات. وبالتالي عندما تتعاون ويكون هناك تنمية في أفريقيا تتجنب الولايات المتحدة الأمريكية أي تداعيات سلبية لهذه المخاطر. لماذا تأخرت الولايات المتحدة في التوجه نحو القارة الأفريقية برأيك دكتور أيمن؟ في رأيي كان هناك حسابات داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك مخاطر أخرى ينبغي التركيز عليها. في الفترة من عام 2001 حتى 2016 كانت استراتيجية الأمن القومي الأمريكي تتحدث عن أن الخطر يأتي مما يسمى بالإرهاب الراديكالي. لذلك قامت كل الولايات المتحدة الأمريكية كل جهدها العسكري والسياسي والأمني وغيرها كان موجه لمحاربة الإرهاب، وتقريبا حاربت الإرهاب في حوالي 94 دولة وأنفقت حوالي تريليون دولار وخسرت ما يقرب من 12 ألف جندي أمريكي في هذه الحرب. في عام 2016 أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب استراتيجية جديدة تهتم فقط بالصين وروسيا وتركز بشكل رئيسي على منطقة الإندو باسيفيك، منطقة المحيطين الهندي والهادي. اليوم أنا في تقدير هناك تصحيح لهذه المواقف. نعم الولايات المتحدة الأمريكية تهتم بأوروبا، تهتم بمنطقة الإندو باسيفيك، لكن أيضا لا يمكن أن تحرز تقدم في هذه المناطق بدون الاعتناء والاهتمام بأفريقيا. الدليل على ذلك عندما جاءت الحرب الروسية الأوكرانية هناك دول أفريقية كثيرة لم توافق على موقف الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الحرب. هناك دول امتنعت عن التصويت عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك حتى دول رفضت التصويت لصالح القرار. هنا صدم الولايات المتحدة الأمريكية أن أفريقيا ليست معها، أن أفريقيا نعم. إذن هي عملية تصحيح مواقف وتجاوز أخطاء كما أسلفت. يعني دعني أناقشك دكتور أيمن بصفتك خبير في العلاقات الدولية ومختص في هذا الشأن. اهتمام فخامة الرئيس السيسي بعقد لقاءات هامشية على جانب هذه القمة بالزعماء العرب والأفارقة لإيجاد حلول للقضايا العربية، برأيك كيف يبلور هذا الدور المصري إقليميا ودوليا؟ أولا في الحقيقة يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي أنه انتهج نهج جديد ونهج مختلف ونهج مبدع فيما يتعلق بالدبلوماسية الخارجية وتحديدا الدبلوماسية الرئاسية. في الواقع الرئيس عبد الفتاح السيسي أضاف ثقل كبير جدا للدور المصري على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي، بالإضافة طبعا للمستويين العربي والأفريقي. لماذا؟ لأن أولا مصر تنطلق من إيمان حقيقي بما تقوله. الأجندة المصرية المعروفة على المستوى الدولي هي أجندة واحدة. نعم. معروف عن مصر لها أن محددات واضحة، محددات لا. السياسة المصرية نعم. لا محددات واضحة، لكن أيضا هي تتميز بالشفافية الكاملة. مصر ليس لها أجندة تحت الطاولة وأجندة أخرى فوق الطاولة. صحيح. مصر تقول أنها
هي مع فكرة السلام، مع فكرة حل القضايا الخلافية والمشاكل بالطرق السياسية والطرق السلمية وليس لغة البندقية والرصاص. نعم. مصر تقول أن طاولة المفاوضات كفيلة بحل كل القضايا مهما كانت هذه القضايا معلقة. مصر أيضا تقدم نفسها كدولة إيجابية تشارك في حل المشاكل دون النظرة بشكل أنانية للمصالح الخاصة. إذن هي محددات السياسة المصرية المتجهة دائما نحو إحلال السلام وتبني قضايا التنمية. بتوجه لحضرتك بجزيل الشكر الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. يوم خيالي وامبارح كان يوم جميل جدا، كلنا جايين من جميع الولايات واقفين ورا بلدنا ورا القياده السياسيه. بنحبك يا ريس. ثالث مره اجي واشنطن لان دي ثالث زياره لسياده الرئيس، بندعمه طبعا. هو نقلنا حته ثانيه حلوه قوي. احنا كانوا بيقولوا علينا عالم ثالث، النهارده العالم كله بيشتكي من الحاله الاقتصاديه بعد كورونا وبعد كل الحرب اوكرانيا وروسيا، ولكن رئيسنا رفع روحنا فوق. يعني تخيل دوله عالم ثالث كان بيقولوا علينا كده، وصممنا وبنعمر وبنبني. كل الناس دي جايه تقول بحبك يا رئيس. على اي امور في حياتك خلي بلدك اكبر حيز، راجع بقى روحك حساباتك، شغلك هيخليك تتميز. على اي امور في حياتك خلي بلدك اكبر حيز، راجع بقى روحك حساباتك، شغلك هيخليك تتميز. انا ساعات من ما تنامش، ما تسنين انت ما بتقومش، احنا بنعمل كده لولادنا، من قاعد معظمنا حيمشي. قول انا واجب تعب البلدي، ومصر انا اكبر متحيز. عندك اي امور في حياتك خلي بلدك اكبر حيز، راجع بقى روح حساباتك، شغلك هيخليك تتميز. على اي امور في حياتك خلي بلدك اكبر حيز، راجع بقى روحك حساباتك، شغلك هيخليك تتميز. انا ساعات من ما تنامش، ما تسنين انت ما بتقومش، احنا بنعمل كده لولادنا، من قاعد معظمنا حيز. عدسة كاميرا إكسترا نيوز رصدت الترحيب الكبير من الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات جلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية بالقمة الأفريقية الأمريكية. وأعرب الرئيس السيسي عن التقدير للرئيس الأمريكي جو بايدن على حسن الاستضافة وعلى تنظيم القمة الأمريكية الأفريقية التي تأتي في وقت يمر به العالم بلحظة استثنائية تشهد ظروفا غاية في الدقة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.
وخلال مشاركته في مأدبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص في هذا الإطار كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. هذا وقد أشاد الحضور بالتقدم المحرز في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، لا سيما من خلال التدابير التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلا عن المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها والتي أسهمت في أن تكون مصر نموذجا وقصة نجاح يحتذى بها على الصعيد الدولي. ألقى الرئيس السيسي في كلمته خلال جلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية بالقمة الإفريقية الأمريكية، ألقى الضوء على محاور تمثل الرؤية المصرية لتعزيز الأمن الغذائي في القارة، نستعرضها مع حضراتكم في هذا العرض. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم. وخلال مشاركته في مأدبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات بين مصر والولايات المتحدة،
أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، بحضور رؤساء ومديري العديد من كبرى الشركات الأمريكية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً مع ممثلي قطاع الأعمال الأمريكي الحاضرين، والذين أبدوا اهتماماً بالعمل في مصر أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم، معرباً سيادته عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي ومساعدة الأشقاء الليبيين على تهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وذلك على هامش فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية بالعاصمة واشنطن، حيث شهد اللقاء التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس المجلس الرئاسي الليبي أعرب عن التقدير والاعتزاز الشديدين من قبل بلاده على المستويين الرسمي والشعبي للدور المصري الحيوي بقيادة الرئيس السيسي في استعادة السلم والاستقرار في ليبيا. كما أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر للعلاقات المتميزة والممتدة عبر عقود مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى حرص مصر على مواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون المشترك. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي في واشنطن للسيناتور لينسي جراهام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، فضلا عن التباحث حول القضايا والأزمات الإقليمية، حيث أوضح الرئيس السيسي في هذا الصدد أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة للمساهمة في تسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة والعالم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة في تاريخ المنطقة ويغير تماما من واقعها المتأزم لتبدأ مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمي. وخلال استقباله عددا من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية بمقر إقامته بواشنطن، أكد الرئيس السيسي أن مصر ستظل داعمة لأي جهد مخلص يضمن التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية استنادا إلى قرارات ومرجعيات الشرعية الدولية. من جانبهم، أعرب قادة المنظمات اليهودية الأمريكية عن تقديرهم البالغ لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي نحو إرساء مبادئ السلام والتهدئة في المنطقة ونشر روح التعاون ومكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية والإرهاب وتبني قضايا التنمية. على هامش مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة القادة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، التقى سيادته برئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفي. اللقاء شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث شدد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي برئاسة السيد محمد المنفي لتهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني
لتفعيل إرادة واختيار الشعب الليبي. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السناتور لينزي جراهام بمجلس الشيوخ الأمريكي، الذي رحب بزيارة السيد الرئيس للولايات المتحدة، مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومعرباً عن التطلع لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية التي تربط بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدداً من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية. أكد السيد الرئيس لقادة المنظمات اليهودية الأمريكية أن حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة في تاريخ المنطقة وسيغير تماماً من واقعها المتأزم لتبدأ مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمي. نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر
مصر تحيا مصر. علق اي امور في حياتك، خلي البلدك اكبر حيز، راجع بقى رجوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز، نام لساعة اتنين ما تنامش، ما انت سنين انت ما بتقومش، احنا بنعمل كده لولادنا، مين قاعد معظمنا حيمشي، قول انا واهب تعب البلدي مصر انا اكبر متحيز. علق اي امور في حياتك، خلي بلدك اكبر حيز، راجع بقى رجوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز. علق اي امور في حياتك، خلي بلدك اكبر حيز، راجع بقى رجوك حساباتك، مصر على عاتقها هموم وأمال القارة الإفريقية، بل أصبحت هي بمثابة المتحدث الرسمي باسم القارة في كل المحافل والمؤتمرات الدولية. في حقيقة الأمر لم يترك الرئيس السيسي في أي قمة دولية إلا وتحدث عن هموم القارة والتحديات التي تواجهها. المزيد عن الدور المصري في إفريقيا ومشاركتها في المحافل الدولية خلال هذا التقرير. مصر قلب أفريقيا النابض، فعلى مدار عقود لم تدخر مصر جهدا من أجل الدفاع عن مصالح القارة السمراء ورفع صوتها من أجل حقها العادل في السلام والاستقرار والتنمية. لذا تواجدت مصر في كافة المحافل الدولية من أجل قارتها. ففي قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 بشرم الشيخ، حملت مصر هموم القارة الأفريقية وسعت لإيصال صوت أفريقيا إلى العالم من خلال مؤتمر المناخ، باعتبارها القارة الأقل مسؤولية عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والأكثر تضرراً من تغير المناخ، واضعة على رأسها أولوياتها التحديات التي تواجهها القارة السمراء. قمم دولية عدة حضرها الرئيس السيسي لم يترك مجالاً إلا وتحدث عن التحديات التي تواجه أفريقيا. فمن مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا
من أجل السلام في أفريقيا إلى قمة التيكاد في طوكيو وقمة السبع في باريس وقمة التعاون بين مجموعة العشرين وغيرها من القمم الدولية. الأمر لم يتوقف عند تلك المشاركات، فمصر تؤكد في جميع الفعاليات الإقليمية الاستعداد لتسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع عملية العمل الأفريقي المشترك لآفاق أرحب، مؤكدة حرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الأفريقية. وفي هذا الإطار وضعت مصر من ضمن أولوياتها رئاستها للاتحاد الأفريقي أهم آليات ومبادرات العمل الجماعي المتفق عليها في إطار الاتحاد الأفريقي، لا سيما أجندة التنمية في أفريقيا 2063 ومختلف مبادرات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي وتعزيز التجارة البينية بالقارة، وكذلك آليات منع وتسوية النزاعات الأفريقية وعملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي. كما اتخذ الرئيس السيسي خطوات عدة من أجل إعلاء مصلحة أفريقيا وتغيير وجهة نظر العالم تجاه القارة السمراء، واعتبرها شريكاً في التنمية. ليس ذلك فحسب، بل سعى أيضاً إلى تعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية وبين الشعوب الأفريقية وبعضها البعض. إذن أجندة مصرية طموحة تسعى مصر للدفع بها لتحقيق التنمية في أفريقيا، أمر يؤكد عليه الرئيس السيسي في مناسبات وفعاليات عدة، باعتبار التنمية هي المفتاح لحل المشاكل ومواجهة التحديات في القارة الأفريقية. تمتلك القارة الأفريقية العديد من الثروات الطبيعية والتي جعلتها وجهة للاستثمار. المزيد عن فرص الاستثمار في القارة السمراء نتابعه في هذا العرض. العلاقات المصرية الأمريكية فتتسم بالتعاون والتكامل لما تمثله مصر من ثقل استراتيجي ودور محوري في محيطها العربي والأفريقي. تلك العلاقات شملت القضايا العسكرية والأمنية والتجارية. دعونا نتابع المزيد عن هذه العلاقات في هذا العرض والزميلة دانا مدحت. أهلا بكم. على مدار عقود امتدت الشراكة الاستراتيجية ما بين مصر والولايات المتحدة، نظرا لدور وثقل الدولتين المحوري في دعائم الأمن والاستقرار العالمي والإقليمي، والتي عززتها مجالات التعاون الثنائي القائم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. عملت دولتان صديقتان خلال الآونة الأخيرة على تعزيز الشراكة القائمة بينهما عبر تبادل الزيارات الثنائية على المستويات كافة في إطار تعزيز التنسيق والتشاور ما بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، وآخرها لقاء السيد الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن في مدينة شرم الشيخ على هامش قمة كوب 27. فعلى المستوى
المستوى السياسي، تلعب القاهرة وواشنطن دورا محوريا في عدة ملفات إقليمية أبرزها القضية الفلسطينية التي تلعب مصر دورا كبيرا في الحفاظ على استقرار المنطقة في ظل جهودها للحفاظ على التهدئة ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسعي القاهرة لإحياء عملية السلام في ظل ثبات الموقف المصري الرامي إلى التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية. هذا إلى جانب دور مصر في حل عدد من النزاعات الإقليمية في المنطقة العربية والإفريقية من منظور مصري خالص عبر الوصول بالتسويات السياسية لهذه الأزمات، يرتكز بالأساس على ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية وإنهاء تواجد المرتزقة والميليشيات الأجنبية من المنطقة. أما على المستوى العسكري فتلقي العلاقات السياسية بظلالها على طبيعة التعاون والتقارب العسكري ما بين مصر والولايات المتحدة، وهو التعاون الذي انصب في التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة إضافة إلى برامج التسليح والتصنيع العسكري ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف العابر للحدود. بينما على المستوى الاقتصادي فإن العلاقات ما بين البلدين تمتد منذ سبعينيات القرن الماضي، إذ تعد الولايات المتحدة أكبر شريك اقتصادي لمصر، وتحتل مصر المرتبة 52 في قائمة أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين. في الوقت الحالي برزت مصر كواحدة من أهم الفاعلين في قطاعات متعددة من أهمها قطاع الطاقة، ودوره في التخفيف من حدة الانعكاسات الاقتصادية للعملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، وذلك بما تمتلكه مصر من مقومات ضخمة وبنية تحتية للطاقة تؤهلها لتشكيل رقم مهم في هذه المعادلة. وفي رصد تطور العلاقات الاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية 9.1 مليارات دولار خلال عام 2021. أيضا بلغت قيمة صادرات مصر للولايات المتحدة 3.4 مليار دولار خلال عام 2020، وكانت أهم السلع المصدرة من مصر هي السلع الغذائية والملابس الجاهزة والمنسوجات والحديد والصلب والمنتجات البترولية، بحيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بينهما 65.8 مليار دولار ما بين مصر والولايات المتحدة بنهاية عام 2020. مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا للعلاقات المصرية الأمريكية، نشكر لكم طيب المتابعة. بهذا أكون قد وصلت بكم مشاهدينا إلى ختام هذه الفترة من التغطية الإخبارية الخاصة والحية والمستمرة دائما على شاشة إكسترا نيوز. لمزيد من الأخبار يمكن لحضراتكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، كان معكم في هذه الفترة دارين مصطفى. التغطية مستمرة على شاشة إكسترا نيوز، ابقوا معنا.
القرية نشأت يا مصر في وسط عيلة، والأرض الطيبة فرشتها وسماها طويلة. زادك في القرية نشأت يا مصر في وسط عيلة، والأرض الطيبة فرشتها وسماها طويلة. بتصفق يا مصر الشدايد لياليها طويلة، بتهزمها بخطوتك الجاية للأرض الأصيلة. شبابك بطريقكم عارفه ومنور بسم الله.